تم إعداد التقرير النهائي، وكان هنالك عدد من الوزراء أكفاء ومسيطرين على وزاراتهم، وهنالك عدد متواضعين، وهنالك عدد لا يستحقون الاستمرار بالوزارة. فهذا يبقى التقييم، يعني التقرير النهائي رأي اللجنة إجمالا. وبالنسبة إلى المرحلة القادمة إن شاء الله بعد العطلة التشريعية، إحنا راح نتوجه على المحافظين ورؤساء الهيئات بالتقييم، وراح نستضيفهم واحد واحد ونناقش معاه البرنامج الحكومي.